التجمع الوطني الأحرار لإطلاق برنامج 100 يوم 100 مدينة. هذا البرنامج اللي هو عبارة عن قافلة تجوب كل المدن المتوسطة والكبرى ببلادنا، وكتحاول أنها تنصت إلى مشاكل والهموم ديال المواطنين والأولويات ديالهم في إطار واحد المقاربة ديال التشاركية وفي إطار المشاركة. هذا البرنامج هو عبارة عن حوار مفتوح بكل هذه المدن، كما قلت، باش نصنتوا المواطنين ونعطيوا الكلمة للمواطن اللي يعبر على الأولويات ديالو، أيضا يقترح الحلول ديالو من أجل تحسين ظروف المعيشة بهذه المدن اللي كما كيعرف الجميع كيعلم الجميع المدن أو البلد ديالنا تزيد في تمدنها، وأن هذه المدن المتوسطة على الخصوص ولا عندها واحد الثقل واحد الوزن كبير، وبأنها كتعرف عندها خصوصيات ديالها وعندها الإكراهات ديالها والاختلالات ديالها. اللي مهم أنه هذه الطريقة والمقاربة ديال الإنصات وديال الإصغاء ديال هاد للمواطنين جعلنا في آخر المطاف أننا نبلورو تصور لكل مدينة ونردوا الاعتبار لهذه المدن عبر هذه الحلول المقترحة وعبر المشاكل اللي اللي تلقتها هذه الساكنة. طبعا هذا البرنامج لحد الآن، وهذه كان الدور ديال هذا الندوة، أنه في هذه الحصيلة المرحلية البرنامج جاب 58 مدينة متوسطة وكبيرة، وغيستمر، انطلق في نوفمبر 2019 وغيستمر حتى الجوان 2020 باش يجوب 102 ديال المدن في بلادنا. في كل مدينة كيكونوا هناك بين 400 و600 ديال المشاركين من داخل الحزب ومن خارجه عبر طاولات مستديرة في إطار واحد النقاش مفتوح واحد الحوار مفتوح. وطبعا الهدف انه ملي نكملوا ان شاء الله هذه الدوره انه غادي يكون يعني واحد العرض سياسي لهذه الحلول وهذه المشاكل التي تم التطرق الى. اذا هذا البرنامج كيعرف واحد الاقبال كبير، وكما يعني قلت لاساسي اننا لمسنا ان المواطن متعطش للكلام، متعطش للحوار، متعطش لإبداء الرأي، متعطش أيضا للمشاركة، والمشاركة والإشراك هو الحل الأنجع من أجل إنجاح كل البرامج وكل الأوراش اللي كيمكن لها تكون يعني موجهة لهذا المواطن. لأن بلا الإشراك ديال المواطن واخا يكون برنامج مفيد ربما كتقل النسب ديال النجاح ديالهم.